نرجع لكم مشاهدينا. صارت معي نتاليا ياغي، صباح الخير. هاي كيفك؟ سافا؟ مش الحال. جواب السؤال اللي طرحتي الاسبوع الماضي. مزبوط، اليوم طرحت من 10 ايام اكشلي. صح. مسابقة كانت عن شو هي احتياجات المراهق وشو هي السعرات الحرارية اللي ما لازم ننزل تحتها، هل هي 1600 سعرة حرارية أو 1800؟ أكيد الجواب هو 1800، لأنه نعرف أنه خلال فترة المراهقة خاصة وقت اللي بيكون الشاب أو الصبية بحاجة لطاقة زيادة، هي أكثر مرحلة بالحياة نحن لازم ناكل بطريقة صحيحة. والاسم الشخصين اللي راح يربحوا معنا أبونمان لشهر بذا ليتل جيم هن ريتا بريدي وماري جو أرقوف، لكن هلا بنحط اسمهم على الفيسبوك فيسبوك بيج تبع ام تي في الايف، واكيد كيف لازم يتصلوا تياخذوا جايزتهم. اوكي. الكومبيتيشن الجديده لهالاسبوع هي شو هو نوع الفايبر او ما هي شو هي الالياف اللي موجوده اكثر شيء بالمشمش، يا هل ترى هي السيلولوز او البكتين؟ عم نشوف هلا الكومبيتيشن اللي راح تكون راح نحطها على الفيسبوك بيج تبع ام تي في لايف. اكيد بكتين او سيلولوز، بكتين او سيلولوز اكيد للاشخاص اللي راح يشاركوا معنا. كمان المسابقة هي للاشتراك بشهر عند ليتل جيم الحزمية. أوكي. وموضوعنا اليوم ستيفاني موضوع بهم كتير من الأشخاص وكتير من الأهل، لأنه هلأ صيفية وهلأ الولاد بالبيت، ومثل كل جمعة أنا بخصص هالحلقة لموضوع بخص الولاد. واليوم الموضوع عن كيف فينا نحد من استهلاك السكاكر عند الولاد خلال فترة الفرصة. هيدي دخيلك نتالي خبرينا. هيدي شغلي بس يكبروا فينا نفهمهم، يعني فينا نحكي، فينا نفسر لهم ليش، فينا نفسر لهم انه بياكلوا شغله وحده بالنهار وبقيه القصص اذا طلع بالهم شيء طيب بياكلوا فواكه. هول الكبار شوي، بس الصغار يعني ما فينا. رايحين جايين بيفتحوا الخزانه، صاروا هن بيعرفوا بعد عمر معين وبيطلبوا. مزبوط صح. هلا بيطلبوا، وخاصة انه في كثير دعايات، مثلا وقت اللي بتروحي على السوبر ماركت اول شغله موجوده بالسوبر ماركت هي البونبون الشوكولا، ومحطوطين على الكاس، يعني محطوطين محل الولد مش ممكن ما يشوفهم. واكيد الولد وقت اللي بيشوف هيدا التارجت. اكزاكتلي. هلا اهم شغله لازم نعرفها، ما لازم نمنعهم عن اي شيء. يعني الولد هل بيعرف انه اهله مركزين على موضوع معين ورافضين يعطوا اياه، بصير يركز بزياده عليه. سو حتى لو شفنا هالانواع من الماكولات فينا نلتزم بشغله وحده، يعني نقول للولد اوكي نحن عم نشتري سوا اغراض بالسوبر ماركت، فيك تاخذ بس بدك تنقي شغله وحده، وما نفتح اكيد المجال تا هالولد يتبضع حلو، لانه وقت اللي بيوصلوا على البيت اكيد موجودين بالبيت بدنا ناكلهم، ما في حدا بيقدر يقاوم هالشغله هي. سو اول ما ناخذ الاولاد على السوبر ماركت. لا حلو، بتعرفي ستيفاني عم بمزح، شغله كثير مهمه هي انه الولد يتعلم يختار المأكولات بس بعدين يشارك بالشوبينج. بس الام لمن او البي لمن يروح على السوبر ماركت ليشتروا لاسبوع، وبدك اوقات تشتري لهم سكاكر على اسبوع، لان اوقات بيجوا كمان اصحابهم لعندهم، دائما لازم يكون عندك شيء كمان تضيفيه او تعطيهم. شغلي لازم نفهمهم كمان، مش بس نقول لهم انه شغلي وحده يمكن فيكم تشتروا اليوم، او نقول لهم انه بكره فيكم تاكلوا لانه اليوم اكلته ديجا. يعني مزبوط، لازم الولد يعرف انه هالمأكولات هي يكون عنده ليميت، يعني مزبوط ما بتفيده مثل حيالله نوع تاني من المأكولات مثل الطبخ، مثل الخضره ومثل الفواكه. وانا ماني معك انه دائما لازم وقت اللي بيجوا الاولاد اصحابهم على البيت لازم دائما انه نضيفهم شيء حلو. لازم فينا نعمل مثلا طريقه تانية انه نكافح هالتناول السكاكر، هي انه وقت اللي بيجوا اصحابهم فينا نعمل لهم
بما انه هلا نحن كمان يمكن عندنا وقت اكثر اذا كنا مفرسين، نعمل لهم يمكن جيمز بالفواكه او نخلي نحط اشياء صحيه على الطاوله وخلي الولد هو يخترع يمكن سناك جديد او يمكن ريسيبي جديده، وهيدي كثير بتلاقي نجاح عند الاولاد لانه بحسوا حالهم. أنا عم بحكي هون عن عمر يمكن 6 لـ 8 سنين أو حتى بعدين، بيلاقوا حالهم إنه هن صار عندهم هن بيقرروا شو لازم ياكلوا، ولكن نحن بنكون قبل بوقت محضرين شو الأشياء اللي لازم نعطيهم هن. دونك ما لازم أكيد تكون الشغلة دايما سويت وقت اللي نستقبل أصحابنا، ولازم الأشياء اللي منقدمها للولد تكون أشياء صحية هو يقدر يختار منها، يعني دايما نخليه هو عم بيختار ولكن نحن نكون أوريدي عاملين الخيار عنه بدون ما يحس أنه نحن مركزين على هالموضوع. وشغلة كمان كتير مهمة، مش بالضرورة دايما نحكي، الولاد الصغار ممكن انه يفهموا غلط يمكن اشياء نحن بنقولها، لازم نفعل بدون ما نحكي. يعني مثل ما كنت عم بقول، نحاوط الولد باشياء صحيه وخلي هو يختار، بحس حاله انه هول الماكولات الصحيه منا موضوع جدل عند الاهل، وبهالطريقه هاي بتصير الشغله سلسه اكثر، والولد ما بيحس انه في مشكله حوالي الحلو او مشكله حوالي الاشياء اللي لازم ياكلها. دونك الاولاد الصغار مش بالضروره كثير نفسر لهم، ولكن لازم يعرفوا انه هالمأكولات هاي لازم نحد من تناولها. شغله كمان، هو في شغله كمان بالصيفيه ناتالي، بنعزموا الاولاد وبنظهرهم على محلات. في هونيك بوزة، في هونيك كتير قصص، بقى بيكونوا ديجا أكلوا حصتهم بالبيت، بيروحوا هونيك بيشوفوا أصحابهم عم بيأكلوا. أنت كمان بتضطري تقولي أنه ما عليه اليوم لأنه أصحابه كلهم عم بيأكلوا، ما فيك تقولي له لابنك أو لبنتك أنه ما فيك أنت تأكل، لأنه بحس حاله كمان يعني الأهل كمان بيضيعوا. ستيفاني، الولد وقت اللي بيكون مع أصحابه لازم يعمل مثل ما أصحابه عم يعملوا، يعني وقت اللي بيكون في بوزة، وقت اللي بيكون في سويت، وقت اللي بيكون في مقالي، ما لازم يحس حاله الولد أنه هو مختلف. هلأ اللي لازم نعمله إذا عارفين في مثلا اوكيجن او بيرثدي، خلينا بالبيت نكون عم ناكل بطريقه صحيه، وبس يروح على الحفله او العيد او المناسبه بياكل مثل ما هو جاي على باله. اكيد بنكون نحن ما نتدخل اكيد. لا، الولد ما لازم نقول له لا ما لازم تاكل بوزه، نعمل له عقده اكيد، لانه هلا لازم نراقب ولازم نساعده بطريقه كثير يعني ما بدون سلسي. ما يحس انه نحن عم نوجهه باختياره، واكيد يكون عم بيختار الاشياء اللي هو جاي على باله ياخذها، وما نعمل له اي عقده، لانه هيدي في كثير اولاد بيصيروا ممكن هيدي تاثر على طريقه سلوكه الغذائي لاحقا، نحن كيف نتعاطى مع هالاشياء هي. هلا كمان اللي كثير بيساعد هي هلا صار عندنا مثلا حلويات سكاكر مغلفه بسمول باكجز، يعني وقت اللي بنشتري انا هيك بعمل شوكولا او حتى في فرايتي كمان. مزبوط. صح، في بورسيونات صغيره بالنهايه هي شوكولا واحد، ايه بسيشيكمان هو اكل شوكولا لوح شوكولا exactly. اذا صغير اما كبير او كبير هو بالنهايه شوكولا واحد. صح، اوكي بده ياكل شوكولا، خليه ياخذ الحصه الكامله وما نقول له لا بدك تقسمها كذا قسم اكزاكتلي. اليوم ناكل النص وبكره ناكل بكره بنكفي الباقي، دونك الحصه خليها تكون مغلفه كامله بس حصه صغيره، دي بورسيون صغيره. رح ناخذ اتصال نتالي. الو صباح بونجور. صباح النور، تفضلي. عندي سؤال، عندي مرض الكورو، طلب مني الحكيم ما اكل شيء في بزر. شو قصدك مرض الكولون؟ بقى بدي اسالك مثلا الكوسه، الباذنجان، شو الاشياء القاسية؟ مرض الهضمي. اوكي، شو قصدك مرض الكولون بالضبط؟ شو المشكله؟ لانه ريكتوكوليت؟ نعم. اوكي. على يعني شي 10 سنتي عندي مشكله. اوكي، ودائما ما تاكل شيء فيه بزر. هو لازم تتجنب استهلاك
الالياف، ولكن مش دائما على طول. هلا مزبوط مثل ما قال الحكيم، المأكولات اللي بتحتوي على بذر مثل الكيوي مثل الفريز، حتى اكيد بذر البطيخ، هلا ما صار بطيخ هقول اكيد ما لازم تاخذهم. هلا النظام الغذائي عند حيلا شخص عنده مشكله التهاب بالمصران، التغذيه بتكون مفروض تكون طبيعيه لحد ما، ولكن وقت اللي بيصير في نوع من مشاكل او بوسي او بيلتهب زياده المصران، اكيد لازم نخفف الالياف بالمطلق. يمكن سالت عن الباذنجان اذا مش غلطانه، والكوسة. الباذنجان فيها تاكل باذنجان، انواع الالياف اللي فيه منا مضره، والكوسة كمان هو اكثر البذر القاسي، يعني مثل البذر الفريز او بذر الكيوي، هيدا لازم تتجنبه. واذا كانت ليه ما بتهضمه؟ مش لانه بيزيد من التهاب المصران. اذا كانت عم تعمل اشتراكات مهمه، يعني عندها كريز من الريكتوكوليد، لازم اكيد تخفف بالمطلق استهلاك الخضره والفواكه، وما تاخذ غير خضره مسلوقه وكميه قليله. هلا ما في وين باي مرحله لازم تسال اختصاصي التغذيه هيك تفاصيل اكثر، لانه الشخص اللي بيكون بيعاني من هالمشكله بحاجه لمتابعه دقيقه اكثر. نعم. بخصوص النظام كمان اتصال رح ناخذه سوا. الو 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 كارمن، رح الاتصال. منتابع منتابع، لكن موضوعنا كنا عم نحكي عن انه كيف نخفف من كميه السكاكر باكل الاولاد، ولكن لازم نزيد غير اشياء. لازم ننتبه هلا صيفيه، في كثير فواكه، في فواكه، ولازم نستفيد من هالموسم هيدا، لانه بالفواكه الموسميه كم حصه فينا نعطي الاولاد ناتالي؟ مينيموم وماكسيموم؟ مفروض حصتين يوميا، والولد اذا كان كثير عنده اكتيفيتيز او بيعمل سبور كثير، فينا نعطيه لحديت الاربع حصص من الفواكه. هلا كيف نخلي هالفواكه يحبوها الاولاد؟ لانه كثير من الاوقات قد ما نحن بنركز على الموضوع بصيروا هن ما يقعدوا يحبوا الفواكه. اللي لازم نعمله انه لازم يكون هالوجبه الخفيفه اللي عم نعطيهم اياها، اللي هي مصنوعه من الفواكه، تكون فن، تكون مسلية. دايما بنحاول نحن بنركز انه ياخذوا فواكه، ولكن بنصفي مركزين لدرجه انه هذا بيصير ضغط وبيصير ستريس. لازم مثلا هلا موسم بطيخ، يمكن نعمل اكتيفيتي بكيف نعمل شيبس بالبطيخ، بقوالب البسكوي او الكيك. فينا نعمل كمان نخترع ريسيبيز بالفواكه، كرمال تا هالفواكه يصير بذهن الولد في بوزيتيف اكسبيرينس معهم، وبهالطريقه هاي بيصيروا هن يطلبوا الفواكه، ببطلوا يمكن يركزوا بطريقه دايمه على السكاكر وعلى الحلويات كبديل اكيد للسناكس، لانه الاولاد بحاجه انه ياكلوا. كثير اوقات بيجوعوا وبيصيروا يمكن بيلتجئوا للاشياء السهله، بسكوي بالضبط. خلينا هالاشياء الصحيه تكون مسليه ودائما موجوده، يعني وفن وفن اكيد دائما موجوده ستاند باي، يعني يكون دائما في دراقه مغسله او بطيخ مقصقص، او حتى يعني الفواكه يكون بسهوله فيهم ياخذوها مثل ما بسهوله ياخذوا. هلا كثير حلو اللي عم بتقوليه، في اولاد ابدا ما بياكلوا فواكه، وهيدي كارثه عند الام. صح. عند الاهل. شو ما عملتي، اذا عملتي لهم اشكال وعملتي لهم قصص، ما بياكلوا فواكه. شو فينا نعمل بهالحاله؟ لانه كذا اتصال مزبوط تلقينا بهذا الموضوع، يعني صار شائع، وفي كثار من الاولاد ما بياكلوا فواكه. اهم شيء ذوقوا بالاول. نعم. يعني طعمه الفواكه لازم نعرف شغله، انه الولد المذاق عنده او الجو مختلف عنا، يعني نحن الاشياء اللي نستطعم فيها بطريقه هن بتكون عندهم اقوى. خاصه الاشياء اللي موجوده بالفواكه وبالخضره. سو اللي لازم نعمله، لازم نطول بالنا، لازم على القليل يدوق. يدوق مره اثنين ثلاثه وما نجبره. وقت اللي الولد بيصير يتعود على هالطعمات الجديده، بيصير مع الوقت، ويمكن هيدي بدها وقت طويل، بصير يقبل هالمأكولات هاي، وبصير يقبل ياكل فواكه. ما نقول انه الولد ما بيحب
ونسكر على الموضوع، ما نعود نحاول انه نقدم له هالمأكولات هي. لازم نحاول دائما انه هلا وقت يمكن اذا هذا الشهر ما حب او هالاسبوع ما حب، الاسبوع الجاي بنرجع ننوع الفواكه، بننوع الخضره سؤال ومن وبدون ما نجبره، يعني بس خليه يدوق، يمكن ما نخليه يلعب فيهم بدون ما ياكل. اوكي. مهم كثير انه يكون في يشوفهم ويعرف انه في فواكه، يصير فاميليار معهم، يعني يصير اليف له انه يكونوا هولي موجودين وقت اللي نحن بناكل، كمان بناكل قدامهم بيصير خلص معود انه هيدا النوع من الاهل عم ياكلوا هو كمان، هيدا الشيء طبيعي عند اهلي وعندي انا. ثانك يو ناتالي، بنشوفك بكره ان الله راد، وشاهدينا وقفه وبعد شوي برجع بلاقيكم بفواياج فواياج.